بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة نتكلم على واحد من أهم الأمراض التي تصيب الماعز وأحيانا الأغنام، خصوصا في المناطق الحارة ومنطقة الخليج العربي، وهو الكونتيجيوس كابراين بلورو نومونيا أو CCPP، أو بالعربي التهاب الرئة وذات الجنب الساري في الماعز. هذا المرض من الأمراض اللي هي خطيرة جدا، بتسبب هاي موربيديتي وهاي موربيتاليتي، وبرغم ان هي بتسمى الكرونيك المزمن، لكن هي بتيجي برضو في صورة احيانا بري اكيوت واحيانا اكيوت. بالنسبة للابراتو دياجنوزيس اوف كونتيجيوس كابراين بلور نومونيا، معلش انا اخترت المرض ده لان بيسبب مشاكل كبيرة قوي زي ما احنا قلنا في بعض المناطق خصوصا الخليج. المهم في بعض الفاكتس لازم حضرتك تعرفها لو انت عايز تشخص CCPP. اول حاجة ان الديفينيت دياجنوزيس للتشخيص بيعتمد على الايزوليشن اوف كوزيتيف ايجنت اللي هي مايكوبلازما كابري كولم سب سبيشيز كابري نوموني من الكلينيكال سامبلز، خصوصا اللانج تيشو او البلور فلويد. المشكلة في التشخيص ان الـ MCCB بتتشابه مع الأزر ممبر للمايكويد كلاستر، بيحصل كروس رياكشن في استيرولوجيكال تيست وبرضو في البيوكيميكال، حتى في جينيتك سيميلاريتيز. فبالتالي سيادتك عشان تعمل الكلاسيكال باسوي للدياجنوزيس استخدام البيوكيميكال تيست او الجروس انيبيشن تيست بيبقى تايم consuming و non-specific. من حاجات اللي تميز ال CCBB ان اللي ليها pathognomonic lesions، يعني بيبقى فيه character في البي ام زي massive lung hepatization، هنشوف صور للحاجات ديت، و accompanied by في بيبقى بلوريسي او البلوريتس. اللون بتاع البلورال فلويد بيبقى stroke colored فلويد، ده مميز، يبقى لانج هيباتيزيشن مع الستروك كولر بلورال فلويد، دي من الحاجات الباثوجنومونيك في تشخيص CCPP كبوست مورتم. دي بعد الصور للبوست مورتم ليجن حالة CCPP. شايفين هنا الهيباتيزيشن كأنك بالضبط، دي الواحد لو مش عارف ان دي لانج هفكر ان هي ليفر. بيسموها الماربلينج ابيرانس للليفر، وبرضو بيبقى فيه فلويد اكزوديت زي ما احنا قلنا، بيبقى لونه اصفر او سترو لايك، دي من حاجات الكاركترستيك. هنرجع تاني للابراتو دياجنوزيس اوف كونتيجيوس كابراين بلور نومونيا. هنبدأ من حاجات السيمبل، الفيلد تيست او اللاتكس اجلوتينيشن تيست، وده ليه اسماء تجارية كابري لات او لات تيست، وده من الاختبارات اللي هي ممكن تتعمل في المعمل او تتعمل في الفيلد. رابيد تيست بياخد 2 مينتس، وممكن حضرتك تعمله على الهول بلاد او السيروم، وده ما بيحتاجش اي سوفستيكيتد اكوبمنت او اي حاجة، وده تعمل كرابيد تيست. برضو من الاختبارات السريعة اللي هي الدايركت سمير اكزامينيشن، يعني ممكن حضرتك تاخد تعمل سمير من اللانج اكزوديت وتفحصها تحت الميكروسكوب، وبتتسبغ بيسبغها. هو هنا مدي في موديفيكيشن لجمسة اسمها مري جراوند وولدز جمسة، ودي ليها سبيشال ستراكشر يعني، او ممكن بالجمسة العادية حتى هتلاقي برانشينج فيلامنتس بكتيريا. احنا قلنا المايكوبلازما عشان ملهاش سيل وول بتبقى بليومورفيك، فاحيانا بتبقى شورت فيلامنتس واحيانا بتبقى كوكو. لا هو هنا بيفرق لك بين المايكوبلازما العادية والمايكوبلازما غالبا بتاعت الجوت اللي هو الكابراين مايكوبلازما، غالبا بتظهر شورت فلامنتس
وكوكو بصلاي بالدايركت سميل اكزامينيشن باستخدام مودفايد جيمسا ميثود. هنا بيوضح الماي جرون وورد كجيمسا موديفيكيشن، الفرق بينها وبين الجيمسا العادية، وبيعتمد على كومبانيشن لديفرنت ستينز رياكشن، وده بيبقى ايديال ميثود للمورفولوجيكال انسبكشن، سواء كان سمير من تيشو او كان حتى بلاد سيلز. فهنا اسيدك الايوسين ده في الريزلت تحت بيصبغ الالكالاين كومبوننت اوف ذا سيل بيرون الاورنج ريد، والميثيلين بلو كالكالاين بيصبغ الاسيدك كومبوننت باللون الازرق، وفي الازوري وده بيصبغ البيزك كومبوننت بتاعت السيلز بلون ريد اند بيربر. دي بس البرنسبل بتاع الماي جرونوالد جيمسا ستين. الصورة دي بتلخص نتيجة اللاتكس اجلوتونيشن تيست لتشخيص السي سي بي بي في الفيلد او المعمل. هنا بنلاقي ديفرنت ديجري من الرياكشن. هنبدأ من تحت اللي هو النيجاتيف، بلاقي السوليوشن كله هوموجينس ما فيش اي فليكس او جرانيولز. رقم 2 من تحت بنلاقي فيه فليكس او جرانيولز على البريفري، دي ممكن تبقى سسبيشس يعني بوزيتيف او نيجاتيف. بعد كده الوان بوزيتيف لما بيكون فيه الجرانيولز واضحه وسيبريت من بعض، لما الجرانيولز دي بتبقى ازيد 2 بلس وازيد بتبقى 3 بلس. هنستكمل اللابراتو دياجنوزيس، هنخش بقى على شغل المعمل شوية، اللي هي isolation of mycoplasma cabricolum subspecies cabri pneumoniae. أول حاجة السامبلز، طبعا احنا قلنا ان السي سي بي بي من الحاجات اللي هي بتعمل باسوجنومونيك ليجون في البي ام. فوانت سيادتك بتعمل نيكروبسي او بتفتح البي ام، بناخد اللونج ليجنز خصوصا احنا قلنا الانتر فيس اللي هي بتوين اللي هي الحاجات الهيباتايزد والنون هيباتايز او الانتر سبتيت. ممكن تاخد البلورال فلويد اللي احنا قلنا كاركترستيك استرو يلو كارا، او كمان ممكن تاخد الميدياستاينا لينف نودز. لو انت مش قادر تاخد او تزع العينات بتاعت البي ام دايركت، ممكن تحط السامبلز حتى ايفن الهول لانج، حطها في الفريزر عند ماينس 20، ممكن تقعد سيفرال مانسز وتعزل منها بعد كده. بس خلي بالك المايكوبلازما كديليكت بكتيريا، وممكن نتيجة الحرارة تبقى سسبتابل، فخلي بالك اثناء ما انت بتنقل الليجونز او السامبلز تبقى اندر كولينج عشان الحرارة بتأثر على الفيابيليتي بتاع المايكوبلازما. بعد كده بعد العينات ديت عشان تزرعها بنمر بمرحلتين، استخدم البي بي ال او بروس وي اجار، والبي بي ال او اختصار بلورمونيا لايك اورجانيزم، ده اول ما التسمية بتاعت المايكوبلازما لما اكتشفت. البي بي ال او زي ما احنا قلنا المايكوبلازما ديت فاستيديس بكتيريا فيها البي هارد انفيوجن وييست اكستراكت، فيها فينوريد كانديكيتور، فيها صوديوم كلورايد، وفيها بعض الانتي بايوتيك. احنا قلنا المايكوبلازما بتقعد مده عشان تظهر من اسبوع اسبوعين، فبالتالي من مصلحتك ان انت تعمل انهيبيشن للكومنس البكتيريا وكمان الفنجس عشان انت بتاخد وقت كبير. ومن الحاجات اللي برضو زي ما احنا قلنا ان هي فاستيديس بنحط الهورس سيرم، والهورس سيرم بيحصل له انكتيفيشن او استرلايزيشن ان انت تحطه بالحرارة عند 56 لمدة نص ساعة. وزي ما احنا قلنا قبل كده الكولوني بتاعت المايكوبلازما بتبقى سمول ان سايز، فلازم سيادتك تفحصها باللو باور ميكروسكوب، وبتظهر الفرايد ايج ابيرانس، هنشوف صور ليها كاركترستيك كولوني. ده شكل الكولونيز
بتاعت المايكوبلازما باستخدام اللو باور 10X عدسة 10X. زي ما انتوا شايفين في كاركتريستيك فرايد ايج ابيرانس موجودة، وديت الكولوني بتاعت المايكوبلازما، عشان كده بسميها مايكروسكوبيك كولونيز. هنستكمل خطوات اللابراتوري دايجنوزيس، هنخش بعد الايزوليشن على السيرولوجيكال تيست. احنا قلنا طبعا في البداية في حاجة اسمها لاتكس اكلوتينيشن تيست، وده يعتبر رابيد فيلد تيست. في بعد كده الكومبلمنت فيكسيشن تيست او السي اف تي، هو ده اللي بيستخدم او كان بيستخدم قبل البي سي ار والحاجات دي في التشخيص السي سي بي بي. وبعد كده كان برضو من الحاجات اللي بتستخدم كومبيتيتيف اليزا، لكن ما بيستخدمش كتير عشان اكسبنسيف. رقم خمسة الحاجة طبعا اللي هي ادفانسد او ريسنت البي سي ار، طبعا ده يعتبر هنا ميزة عشان انت ما يعني في ديفكالت في الايزوليشن والتشخيص بتاع المايكوبلازما، سواء التايم كونسيومنج بتاخد وقت كبير، تشابه في البايوكيميكال والخصائص سيرولوجيكال كروس رياكشن. فطبعا يعتبر البي سي ار هنا سبيسيفيك وسينسيتيف ميثود، وممكن تتعمل دايركتلي على اللانج والبلورال فلويد، ممكن تعمل دايركت على السامبلز عشان توفر الوقت بتاع الزرع. من الحاجات الموجوده في سبيشيز او سبيسيفيك فراجمنت او جين اسمه ارجينين دي ماينيز باسوي او الاي دي اي، الجين بتاعه السبيسيفيك فراجمنت بتاعته بتبقى 316 بيز بير، ديت ممكن تستخدم لتشخيص المايكوبلازما كبي سي ار.